السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسين. راح ندير لكم واحد الفيديو اليوم إن شاء الله مهم، مش المبتدئين لكن لأول مرة اللي راح يقود في رافعة، لأني أنا أول مرة أول يوم رحت نقود في رافعة ما عرفتش نتوقف المكان الصحيح. معنت هذا الفيديو راح أحسن وضعية للتوقف في إنزال الحمولة ولا أو رفع الحمولة. كاين واحد الإنسان كذلك مسكين دخل جديد وأمضى عقد من في الشركة هنا معنا، ما عرفش يتوقف، طردوه على جل من أجل مكان التوقف، معناته ضيع فرصة دخول الشركة، ضيع فرصة حقيقة ونلاقي ضيع فرصة. أول مرة أنا قلت لكم راح نتوقف ما عرفتش، قعدت جتني واحد الأسئلة كثيرة، توقف هنا توقف هنا. سألت صديق اللي كان يقود في الرافعة قلت له أين أتوقف، قال لي هذا شأنك، معناته راك قائد رافعة، قال لي كيف أنت راك قائد رافعة ما تعرفش توقف. لذلك تذكرت وجعلتكم فيديو إن شاء الله هذا مهم المبتدئين، راني ممكن نديرو على 3 فيديوهات لأني موضوع طويل نوعا ما، ودرت فيديو جات فيه حوالي 20 دقيقة وخفت الناس ما يتفرجوش في 20 دقيقة، ما اضطررت أني أقطعه ل3 فيديوهات. قبل أن تنزل الحمولة أو ترفع الحمولة تلاحظها بعينك، ما نتكلموش على التربة والصلبة وديك الصلبة، ما نتكلموش عليه، تكلموا على وضعية الوقوف تاعك. عندك حالتين، عندك حالة أنك تنزل وحالة أنك تحمل. أنت مثال، نقوله مثال هنا، مثال كاين عدة أنواع تاع وضعيات وأنواع تاع حمول. مثال أنت دائما حاول أنك تمركز في الوسط لأن لتعمل أكبر عدد ممكن من لأنك مثال تحمل من هنا من هنا بهالطريقة، هذه إذا كان مكان واسع. إذا كانت مثال خاصة بالشاحنات، نقوله إحنا الشاحنات راح تحملها وراح تنزلها، كاين واحد الوضعيات تاع حمولة، كاين وضعيات تاع حمول. انا راني رسمت لكم واحد الوضعيات، وضعيات احسن وضعيات درك نبحث لكم عليها ونوريهم لكم. راني رسمت لكم هنا واحد الرسم بسيط، وتقريبا هذا الرسم راه تجدوه في الرافعات كذلك. شوفوا هذه راها عباره عن شاحنه، وهذه المقطوره تاعها، وهذه قمره قياده الشاحن، هذه كذلك رافعه، وهذه قمره الرافعه، وهذا الارش. احسن وضعيه تكون حمولة راح تحملها، ما نقولوش ثقيلة جدا، أحسن وضعية هذه إن كانت راح تنزلها في مكان قريب وثقيلة من الأحسن أنك تقرب، إن كانت راح حمولة خفيفة وتنزلها في مكان بعيد من الأحسن أنك تبعد. مش معناتها يجي صاحب الشاحنة يرجع إلى يعود إلى الخلف، أنت قول له زيد قدم، معناتها تترك مسافة كبيرة بينك وبين لكي تستعمل الدوران فقط والحبل، معناتها تحمل الحمولة وتدور بالروتاسيون بالدوران وتنزل الحمولة لكي تنقص على نفسك العمل، فهمتوا؟ رافعة دفع رباعي لا مشكل، تستطيع تنزل من أي مكان من هنا، لكن الرافعات غير الدفع الرباعي كاين مكانين تاع خطر. عندك هذا المكان غير الرباعي، عندك هذا المكان تاع قمرة القيادة، من حين لآخر راك تجبر تنزل من هذه الجهه، إن نزلت من هذه الجهه هي ممنوع، لكن من حين لآخر تجبر انك تنزل من هذه الجهه. نزل من هذه الجهه تكون حذر جدا الحبال وتكون مركز تركيز كبير اذا نزلت من هذه الجهه، ما تهونش. انا مره ضربت هنا بحاويه، ضربت قمره القياده تاع الشاحنه، ضربت هنا تاع الرافعه وقريب ينكسر لي الزجاج. المهم هذه الجهه ما تعملش بها، الشاحنه كذلك هذه الجهه ما تنزلش من هذه. لماذا قلت لكم هذه احسن وضعيه؟ انه يكون قمره القياده تاع الشاحنه وتاع الرافعه يكونوا متعاكستين. لماذا يكونوا متعاكستين؟ لان انت خاصه العمال اللي يكونوا يحملوا يكونوا مبتدئين، راك تلاحظ الارجل تاعهم، تلاحظ ايديهم. انا مره واحد هو في نفسه قال لي نزل وكان رجله تحت قطعه الحديد، وعندك مساحه واسعه باش تنزل من هذا المكان حتى لهذا المكان، تبقى لك هذه فقط ما تنزلش فيها، هذه احسن وضعيه، فهمتوا؟ اما بالنسبه للدفع الرباعي تبقى لك هذه الوضعيه ممنوعه، هاي تبقى لك هنا فقط تاع جهه قمره الشاحن، هذه فقط اللي ممنوع، اما باقي المكان كله تستطيع تنزل فيه. كذلك هي اذا كانت قريبه وثقيله قرب، اذا كانت بعيده بعد، من الاحسن انك تبعد. درك نوريكم وضعيتين اخرين، اوضاع اخرى تاع الحموله الثقيله. هذه راه نفس الكلام اللي كنا نتكلموا عليه، مش تاع الثقيله، ما جاتش درك نبحث عليها. عندك وضعيتين، مثال صاحب الشاحنه يدخل هو الاول مارشي للخلف،
استغفر الله مرش الى الامام وانت تاتي بعده مرش الى الخلف، او العكس. مثال نقولوا احنا تراك تنتظر في الشاحن، تراك تنتظر الشاحنه مازال ما جاتش، انت تدخل مرش الى الامام وهو يدخل مرش الى الخلف، بعد ذلك هو يخرج مرش الى الامام وانت تخرج مرش الى الخلف، سير الخلف. وهذه العكس، انت تخرج الى الامام وهو يخرج الى الخلف. لماذا؟ لو مثال كان العكس يكون تكون مجبر، مثال ولا تغلق على نفسك من الان، دائما شوف المكان اللي تخرج منه. الوضعيه اللي قلت لكم عليها وطردوا الانسان هذاك، طردوه من الشركه، جاته فرصه وطردوه، توقف بهذه الطريقه. كانت قمره القياده تاعو وقمره القياده تاع الشاحنه متقابلتين، هذه ممنوع وهذه كذلك ممنوع. مثال الرافعه من هنا والشاحنه من هنا، او العكس الشاحنه من هنا الرافعه من هنا. كاين هذه الوضعيه، كاين هذه الوضعيه انك مثال توقف الشاحنه هنا، هاي قمره الشاحنه وهي قمره الرافعه، والرافعة منه. هذه أحسن وضعية للحمولة الثقيلة جدا، خاصة الرافعات 55 طن وأسفل، والله 50 طن وأسفل. قولوا مثال حاوية، دائما الحاوية راه ثاني موضوع تاع الطاولة، شوف أماكن الأبواب وأحملها وبرمج الرافعة في صفر درجة، ما تبرمجهاش في 360، لأن عندما تبرمجها في صفر درجة تعطيك وزن أكثر من تبرمجها في 360. هذه أحسن وضعية للحمولة الثقيلة. توجد كاين وضعيات أخرى حمولة ثقيلة، مثال تأتي من هذه الجهة او من هذه الجهه، معناتها كنت من هذه الجهه او كانت العكس من هذه الجهه، فهمتوا؟ دائما تراعي الابواب، مثال وراح ينزلهم يفتحوهم، لانك مثال تحطها من تنزلها من الجهه ما يستطيعوش يفتحوا الابواب، اللهم الا تركت مسافه هنا. مهم، وتترك الشاحنه اين تخرج، تخرج المكان اللي تخرج منه. مثال اذا كانوا الابواب ابواب يبحثوا عليه من هذه الجهه، يجب ان صاحب الشاحنه يذهب ثم يعود ويدخل من هذه الجهه، بعد ذلك تترك له مسافة باش يخرج من هذه الجهة، فهمت؟ يفسحوا الأبواب من هذه الجهة، معناتها تفتح ترفع تذهب الشاحنة وتنزل. كاين هذه الوضعية تاع جنب بجنب، هذه ثاني وضعية جيدة. دائما دائما مش حاول، يجب أن تطبق دائما هذه القاعدة، أن قمرة القيادة تاع الشاحنة تكون متقابلة مع قمرة القيادة تاع الرافعة دائما في أي وضعية. نقولوا احنا في هذه الوضعيه قمره الشاحنه والرافعه، في هذه الوضعيه قمره الشاحنه والرافعه، في هذه الوضعيه متوقفه، في هذه الوضعيه الشاحنه والرافعه، والله في هذه الوضعيه مثال من هذه الوضعيه، فهمتوا؟ التوقف العشوائي تستطيع ان توقف التوقف العشوائي، لكن من الاحسن انك توقف منتظم، فهمت؟ الان ان شاء الله راكم فهمتوا الرسم، هذا الرسم اللي انا درته لكم مبسط. قلت لكم هذه احسن وضعيه، هذه ممنوعه متقابلين، هذه كذلك ممنوعه، هذه تكون مثال قمره الشاحنه من هذه الجهه وقمرة الرافعة من هذه الجهة، مثل بالعكس أو العكس، مثل الرافعة من هنا والشاحنة، هذه ثاني ممنوع، هذه ممنوعة هذه، ومن الأحسن أنك تفاداها. أحسن وضعيات تاع الحمولة الثقيلة، أحسن وضعيات هذه وهذه، على اليمين وعلى اليسار، هذه وهذه. نقولوا احنا حاوية، المهم حمولة 25 طن وأسفل، أنا نتكلم عن الرافعات الصغار، الرافعات الكبار ما يهمش، راك تستطيع توقف مكان بعيد. هذه الوضعية وهذه الوضعية، مثال تأتي من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، وتوجد كذلك هذه الجهة، لكن هذه الجهة إذا كنت تحمل في حاوية تكون صعبة قليلا، تكون صعبة في الحاوية. لا أنصحك أن توقف في هذا المكان، عندك هذا المكان أو هذا المكان، هذا تأتي من هذه الجهة أو تأتي من هذه الجهة. وهذه الوضعية راني تكلمت لكم عليها قبيل، أي وضعية تريد أن تنزل يكون جانب الشاحنة، يجب أن تكون دائما قمرة القيادة مع قمرة الشاحنة متقابلتين، هاهم هنا متقابلين، هاهم هنا متقابلين، هاهم هنا متقابلين، هاهم هنا متقابلين. ما يهمش تكون رافعة من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، ما يهمش في هذه الجهة ولا هذه الجهة، ما يهمش منا ولا منا، ما يهمش، حسب الحمولة وراك راح تنزلها. دائما حاول أنك يكونوا متقابلين. نفترض أنه جاء في مكان منعكس، كما ذكروا الرسالة منذ قليل، نقول احنا مثال جاء الشاحنة وراها، نقول احنا مثال هاي هنا، نقولوا مثال جات الشاحنة، انت كنت متوقف جات الشاحنه بهذه الوضعيه، انت اؤمر، انت اؤمر صاحب الشاحنه انه يذهب ويعود، يعود لكي يصبح في هذه الجهه، معناتها راه جاك متعاكس بهذه الطريقه، انت اؤمر انت لكي يدور وياتي بقمره القياده من هذه الجهه، او انت يا قبل ان تخرج العوارض عاود دور، انت دور، فهمت؟ كاين واحد هذه تكتب، هذه راح نتكلموا عليك، اماكن ضيقه ان شاء الله تكتبها مع مرور الوقت. نوقف هنا الفيديو ومن بعد نكملكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله.